مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من نحكي لي عن بلدي. هذا البرنامج اللي بنستعطف فيه وبننظر فيه إلى مدننا وتاريخنا وثقافتنا في دولنا العربية. احنا بدأنا في فلسطين الحبيبة، اليوم سنتكلم عن جزء قد يكون من أهم الأجزاء في مجتمعنا الفلسطيني، وهو جزء حارب ودافع و استشهد منه الكثير من أجل هذه القضية، القضية التي لم يراها أهل فلسطين أنها تتجزأ بين مسيحي أو مسلم، بل قضية الجميع. للأسف الاستعمار يحاول الآن تفتيك الصف بين الفلسطينيين المسلمين والفلسطينيين المسيحيين، ولكن أهل فلسطين يأبوا إلا أن يقولوا أنها فلسطين للفلسطينيين بغض النظر عن أديانهم. حتى إخواننا اليهود من الفلسطينيين هم جزء من هذا الصراع الذين يقفون معنا دائما. اليوم معنا شخصية إعلامية ثقافية ستتحدث عن هذا الموضوع، لأنها تقوم بشيء يعني ترفع له القبعات. بدأوا بموسوعة كاملة للمسيح، تسمى الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية. رحبوا معي مباشر من بيت لحم بالدكتور جورج أنطون أبو الدينين، دكتوراه في علم الدلالة وباحث ومحاضر في علم اللغة الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك دكتور جورج. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، وأهلا وسهلا بجميع الحاضرين والمشاهدين. يعني إحنا نشتم بكم رائحة الوطن الآن، بيت لحم، بيت الجمال، بيت الحضارة، بيت الثقافة، بيت المسيح. احكي لنا أول شيء عن الأوضاع في بيت لحم قبل ما نبدأ. أول شيء بالنسبة لبيت لحم، بيت لحم بتسلم عليكم كلكم. بيت لحم كما عهدت عبر التاريخ هي المدينة التي يحيط بها الشر ولكن لا يدخلها، كما يقال أحاديث الكبار. فبيت لحم مشرقة لأن فيها القلب الصادق، وفيها مهد ملك السلام، وفيها الصورة المصغرة والمختصرة للتآخي الفلسطيني وللمحبة الفلسطينية التي لم تلتفت يوما إلى فروقات، إنما دمجت بينها وفاعلت بينها من أجل إنتاج تاريخ فلسطيني مشرف. بيت لحم كويسة بتسلم عليكم، وطول ما هي بتصلي أكيد هي عارفة أنه الله في الآخر راح يكون مع الحق، والخير سوف يكون هو المنتصر إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد. طبعا اللي ما زار بيت لحم يا جماعة لم يرى جزء كبير من التاريخ. بيت لحم عندما تمشي فيها، تمشي على أرضها، تستحي من نفسك وتقول من أنا لأمشي على هذه الأرض التي مشى عليها عظماء قبلي. صراحة بيت لحم من الأماكن التي زرتها الحمد لله مرة واحدة للأسف، ولكن أتمنى أن أزورها مرة أخرى ونروح عند دكتور جورج ونتعشى عنده إن شاء الله. سهلة، جاهزين لك لكل كمان. تسلم تسلم يا دكتور. طيب دكتور جورج، خلينا نبدأ بمن هو الدكتور جورج عشان نعرف ليش بدأت في الموضوع. حدثنا شوية عن نفسك وعن عملك الآن. أنا حاليا بعمل محاضر في مجال علم اللغة الاجتماعي وعلم الدلالة. بشتغل في عدة مجالات تتعلق في التوثيق التاريخي وتوثيق التاريخ الشفوي. عندي مكتبة اسمها مكتبة بغداد الثقافية، متخصصة في مجال الكتب والدراسات في مجال الروايات وإلى آخره، بالشراكة طبعا مع أخ عزيز اسمه موسى معلة، وهو من الشباب الداعمين أيضا للأعمال الثقافية في فلسطين، وشخصية جيدة ومعروفة جيدا. حاليا أقوم كذلك على مجموعة من المشاريع التي تتعلق بتعزيز صمود الشباب، خاصة الشباب العاطل عن العمل أو الشباب الباحث عن الذات في المجالات الأكاديمية والمجالات العملية، ويعني الحمد لله شغالين على مشاريع عدة تتنوع وتتفرع ما بين أكاديمي واقتصادي وثقافي وأحيانا سياسي كذلك. هذا بالنسبة إلى مجال العمل. دكتور، التاريخ الشفوي اللي ذكرته هو شيء مهم في تاريخ فلسطين. نقلوا الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء عن الأجداد، ولكن للأسف تدوينه كان في ضعف لأسباب كثيرة، ولا الحمد لله في أشخاص مثلك الآن يقوموا على عمل تدوين لهذا التاريخ.
حدثنا عن مبادرتكم اللي هي الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية، وهل هناك أشياء أخرى في المستقبل قبل ما ندخل في الموسوعة بشكل مفصل؟ نعم سيدي، بالنسبة إلى التاريخ الشفوي، هي بدأت الشرارة تقريبا عام 2008 حين كنا في مشروع لمسح لهجات فلسطين، وكان هذا المشروع بالتعاون بين جامعات عدة، ووجدنا أنه عدد كبير أو نسبة ضخمة من التاريخ الفلسطيني هو تاريخ شفوي غير مدون غير مكتمل العناصر، والتاريخ الشفوي في النهاية هو الهوية وهو الثقافة وهو كذلك الإرث الذي ينتقل بين الأجيال. نحن نعرف أننا أمام تحديات كثيرة على مستويات عدة، ما بين العولمة، ما بين الإعلام والإعلام الموجه، وما بين سيطرة الثقافة الغربية على السلوك الفردي الفلسطيني. كلها عوامل أدت تدريجيا إلى التخلي عن نسبة كبيرة من مفاصل التاريخ الشفوي. حين قمنا بإجراء 1500 مقابلة مع 1500 مسن، وجدنا أننا لا نعرف شيئا عن فلسطين واو، ولا شيئا عن تفاصيلها مقارنة بما هو موجود في داخل الكتب والدراسات والجهود العلمية التي تحترم، لكنها غير كافية بسبب أن الباحث الفلسطيني يعمل ويجتهد على حسابه الخاص وعلى حساب رزقه وعلى حساب وقته وعلى حساب عمله وعلى حساب مهنته، فلا يفرغ له الوقت من أجل الإنتاج، وبالتالي هذا أدى تدريجيا إلى ضعف العمل على التاريخ الشفوي. توجهنا إلى مجموعة من المؤسسات، لقينا صدى جيدا، لكن عندما بدأت الخطوات العملية لم تكتمل للأسف لأسباب عدة، من بينها التمويل، من بينها أشياء كثيرة. فقررنا في مكتبة بغداد البحث عن مجموعة من المتطوعين، والحمد لله وصل عددهم إلى 120 متطوعا، وعملنا على إنجاز جمع للتاريخ الشفوي ودمجه بالتاريخ الكتابي، لأن الصورة لا تكتمل إلا إذا تحدثنا أو دمجنا بين القسمين، بين التاريخ الشفوي وبين التاريخ المكتوب. حين أردنا أن نحدد طبيعة هذا التاريخ، وجدنا أننا أمام إشكاليات عدة. أكبر الإشكاليات هي الحصر والتخصيص. ومن أجل الحصر والتخصيص بشكل كاف وبشكل جيد، قررنا العمل على فئة محددة. في ذلك الوقت كان هنالك حديث، هذا الكلام كان عام 2019 في آخرها، في شهر، ربما في شهر آب، في شهر أيلول، كان هناك حديث في وسائل إعلام كثيرة أجنبية عن أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع قائم على اليهودية والإسلام، بمعنى أنه عبارة عن صراع بين اليهود والمسلمين، مع أنه ليس بهذا الشكل، هنالك يهود فلسطينيون، هنالك يهود مغاربة عرب، القضية ليست دينية، القضية سياسية بحتة، يوظف فيها الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية. نعم. فوجدنا أن الدعاية الإعلامية تسير باتجاه استثناء المسيحي الفلسطيني وادعاء أنه قد بلد وأنه قد تخلى عن القضية، أجمع عدد كبير من اللجنة المقترحة من أجل البدء بهذا المشروع أن تكون البداية على المسيحيين. هل هذا هو المشروع الوحيد؟ طبعا لا، هذه الموسوعة هاي البداية، حتكون هذه بداية لمشروع عمره ما بين 10 إلى 20 سنة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أنا أشد على أيديكم، التاريخ الشفوي للأسف الآن يعني مع كبر سن ووفاة عدد كبير من الأشخاص الناقلين لهذا التاريخ، يجب تدوينه حتى لا يضيع، وخاصة الحقبة ما قبل الاستعمار وخلال الاستعمار وبداية الاستعمار، لأنها حقبة مهمة جدا في تاريخنا. كما قلت أن الاستعمار وكثير من المتصهينين يحاولون إقصاء إخواننا المسيحيين من النضال الفلسطيني التي هم جزء لا يتجزأ منه. بدأتم في موسوعة المسيحية للأعلام الوطنية، كيف بدأت الفكرة ولماذا؟ بدأت الفكرة باجتماع كان مع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية، وكان هناك حديث عن هذه الهجمة الإعلامية وكيف يمكن تثبيت رد ثابت دائم، بمعنى أننا إن أنجزنا حملة إعلامية بهذا الخصوص ستكون الحملة مدة شهر شهرين ربما أكثر بقليل، بعدها تنتهي، لكن إن أنجزنا عملا مختلفا قد يكون هذا العمل دائما،
وإذا كان دائما أو اكتسب صفة الديمومة في داخل العمل الأكاديمي سيعني توفر مصدر ومصدر مهم من أجل البحث في هذه الجزئية. فجاءت فكرة الموسوعة، من هنا كانت الفكرة الأساسية. بدأناها مع بعض المؤسسات، لم تكتمل للأسف هذه الجهود مع أننا تمنينا لها أن تكون كاملة، فحملت مكتبة بغداد هذا المشروع وتكفلت به حتى بمحاولة توفير التمويل له أو توفير المتطوعين، وخرج إلى حيز الانتهاء المبدئي هذا الشهر. إذا صدرت ولا بدأت في البحث؟ الموسوعة الآن موجودة في دار الرعاة في عمان وتحت الطباعة، وستكون إن شاء الله خلال 10 أيام في بيت لحم لإجراء الإطلاق في قصر المؤتمرات في المدينة. إذا أنتم عملتوا عليها خلال فترة الكوفيد. نعم، استغلينا هذه الفترة، فترة الكوفيد، وتحركنا بشكل قوي حتى يعني المتطوعين اللي وصلوا 100 140 تقريبا، منهم أكثر من 105 هم ممن فقدوا أعمالهم أثناء كوفيد. يا الله، يعني انت بنحكي انه معظم اللي كانوا يعملوا معك اول شيء المتطوعين عملوا لمدة تقريبا 2 عامين لجمع اعلام وطنية من اخواننا المسيحيين في فلسطين الذين ساعدوا. طب الموسوعة هاي تقريبا كم صفحة الان اذا في معلومات عن الموضوع، وكم علم من اعلامنا الوطنية موجود فيه؟ الموسوعة هي حاليا بالطبعة الأولى 611 صفحة ما شاء الله. في مجلد واحد، فيها 481 علم، مع العلم أنه في عندنا تقريبا 109 أعلام تحت الاختبار سيتم إضافتهم إلى الموسوعة في الإصدار الثاني. إذا إن شاء نعم الله في تطوير كمان للموسوعة. نعم يوجد تطوير، وإلى جانب هذا التطوير سيكون هناك إصدارات أخرى، والآن بدأنا نفكر في إصدار عمل يتعلق بمعارك الشوارع، كيف كان الناس يواجهون الاحتلال في الشوارع من خلال أحداث محددة معروفة لكل حارة أو قرية أو مدينة. حكيت لنا دكتور عن بعض أهداف هذه الموسوعة واللي هي يعني مهمة جدا بشكل عام، اللي هو توثيق التاريخ الشفوي، ولكن إخواننا المسيحيين لهم خصوصية في هذا البلد، فهم جزء لا يتجزأ، هم يعني أماكن عبادة، أماكن حج موجودة في فلسطين الحبيبة، وفي ناس حتى جاءوا من دول أخرى وعاشوا في فلسطين لسنوات وعقود وحتى يعني مئات السنين من إخواننا المسيحيين، لأنه وجدوا فيها الجمال وأهلها والزراعة فيها وأرضها خصبة. هل هناك أيضا هدف برضو إظهار هذا الجمال في هذه الموسوعة وأهداف أخرى موجودة؟ نعم، من النقاط الجميلة والتي تحدثت عنها في مقدمة الموسوعة أنه في داخل الموسوعة مجموعة من الشخصيات غير فلسطينية الأصل، بمعنى أن هنالك بعضهم أجانب وعملوا من أجل فلسطين في دولهم كذلك، في إيطاليا، في تشيلي، في كولومبيا، في ألمانيا، في أمريكا، وقدموا الكثير لصالح فلسطين، وضعناهم من باب التقدير في داخل الموسوعة، لأن كل من يعمل من أجل فلسطين هو فلسطيني، لأن صحيح. الفلسطينية ليست جنسية، الفلسطينية روح، والفلسطينية انتماء، وبذلك نعم توجد بعض الأسماء غير العربية في داخل هذه الموسوعة، هي أسماء لأشخاص عملوا بجد وعملوا من أجل فلسطين بقوة. طيب طريقة جمع المعلومات ومعالجتها كيف كانت دكتور؟ في البداية احنا بدنا نميز بين نوعين من المعلومات، النوع الأول هي المعلومات اللي موجودة في الكتب وفي المراجع وفي المجلات في المواقع إلى آخره. هاي المعلومات بتشكل فقط ما نسبته 39% من الموسوعة. يعني 61% من الموسوعة هي عبارة عن معلومات غير موجودة في أي كتاب أو مرجع أو موقع أو في أي مكان، بل كله شفوي. لكن من أجل تكمل الصورة دمجنا بين 39% كان موجود في مراجع ومصادر مختلفة، 61% شفوي. بالنسبة للمكتوب احنا جمعناه من مصادره، عملنا مرحلة اسمها التقميش، جمعنا المادة درسناها
بعضها احنا بنعرف انه مكتوبة عن ناس عايشين، او عن ناس احنا بنعرف ابنائهم، او بنقدر نوصل لذويهم، تواصلنا مع ذويهم، تأكدنا من صحة المعلومات، ووجدنا معلومات كثيرة مغلوطة موجودة في هذه المراجع او في الانترنت، عدلناها في داخل الموسوعة واشرنا الى الخلل. اشرنا كذلك الى الخلل في الحاشية، مثلا فلان معروف عنه انه كان في كذا، لا لم يكن في كذا ابدا، وهذا غير صحيح، او لم يشارك به. ايضا اشرنا اليه. هذا يعني بالنسبه هاي لي دقة الباحث، يعني خلينا نحكي فيها. يعطيكم دقه العافية. بمرورها خلال 3 إلى 4 مراحل من التدقيق، وفي النهايه كانت تمر الى اللجنه العليا، اللي هي طبعا مشكله مني ومن باحث اسمه مراد الزير، وكل الاحترام له، ومن 2 من الأكاديميين اللذين يرفضان ذكر اسمهما أبدا، لأن هذا العمل بالنسبة لهم هذا عمل إنساني وهدفه إنساني. قالوا ما بدنا تحكوا أسامينا. إحنا كنا عبارة عن المرحلة الثالثة أو الرابعة من التأكد من دقة المعلومات. على بالنسبة للميداني، إحنا تواصلنا مع الشخص نفسه واخذنا منه معلوماته عن نفسه. احيانا كنا نحاكم المعلومه ونستشعر فيها بعض المغالاه او المبالغه، واحنا احيانا بنحب، يعني عندنا نوع من الرومانسيه في الوصف، بنحب نبالغ احيانا. طبعا ازلنا هاي الرومانسيه، تخلصنا منها في كل الموسوعه، ثم تاكدنا من المعلومات عن طريق الرفاق او الزملاء في مجال العمل الوطني لهذه الشخصيه. وقد يفاجأ بعض الشخصيات انه مثلا اعطاني عن نفسه 7 إنجازات، لكن أنا حاطه في الموسوعة 3. ليش 3؟ لأنه الأربعة هذول ما كانوا بهذا الشكل، أو كانوا عبارة عن إنجاز واحد. فكانت تتم هاي الدقة بهاي الطريقة. هلا كيف كنا نوصل لهذول الشفويين كذلك؟ شكلنا خلية كبيرة، اللي هي عبارة عن 109 أشخاص. ال109 كانوا في جميع أنحاء فلسطين التاريخية، بالتواصل مع أكاديميين جامعيين، مع بعض المسؤولين في مناطق السلطة الفلسطينية، ومع بعض مسؤولين مؤسسات في داخل الخط الأخضر، أو ما يسمى بالخط الأخضر في الداخل المحتل، وتواصلنا معهم ورشحوا لنا أسماء. اعتمدنا على أسلوب كرة الثلج في جمع البيانات، اعتمدنا كذلك على أسلوب الشبكة التي تشبه شبكة العنكبوت في الربط بين الأفراد. يعني مثلا أنا باجي عند الدكتور جمال، دكتور جمال بيحكي لي أنا كنت مع محمد في المكان الفلاني، بخلص مع الدكتور جمال بطلع على محمد، باخذ منه المعلومات وبتأكد كمان منه من صحة معلومات الدكتور جمال بدون ما أحكي له إن أنا أخذتها من الدكتور جمال. ضمن هاي الشبكة، وحتى يعني قد يكون نوع من المفاجأة، إحنا بعد ما أرسلنا الموسوعة لدار النشر عدلنا عليها كمان مرة 3 صفحات، وغيرنا فيها بعض الأسطر والكلمات، ورجعنا لغينا الطباعة، ورجعنا كمان مرة أعطينا أمر طباعة من كتر واو، ما كان يحرص على الدقة. يعني أنا يعجبني كثير دقة الباحث. يعني أنتم مش هو أنتم باحثين فعلا، صح كان معكم متطوعين، ولكن هذا لا يعني أنه هذا موضوع هو جمعوا بعض المعلومات، بل هناك أسلوب علمي دقيق في البحث والتدقيق وحتى تصحيح المعلومة. يعني أنا عجبني أنكم لم تنفوا المعلومة في النص، بل نفيتوه في الحاشية حتى لا يختلط على الشخص المعلومة، يقول لك أنا قرأتها في مكان هيك، هدول يا بكذبوا يا هدول بكذبوا. لا، أنتم صححتم المعلومة بطريقة علمية، وهذا شيء مهم جدا. صحيح. موضوع جميل، أنت رسمت لنا جمال هذا البحث أو الموسوعة، ولكن أنا أعرف أن هذه المعلومات وهذه الموسوعات وهذه البحوث، وخاصة ضمن وجود احتلال، لا تكون بسهولة. هناك صعوبات، تحديات مررتم بها، وأكيد لم يكن البساط مفروش بالورود. فهل صحيح. ممكن تحدثنا عن بعض هذه الصعوبات والتحديات؟ يعني أنت بدأت حديثك بالاحتلال، وسأبدأ بالصعوبات المتعلقة بالاحتلال. جزء كبير من أصحاب الشخصيات الوطنية، خاصة غير المشهورين، اللي هم بشكل 61% من الشخصيات في داخل الموسوعة، عدد كبير منهم كان يكتم على النشاط اللي عنده، لأنه مثلا ما بده يقدم عن نفسه معلومات على طبق من ذهب للاحتلال. فكنا يعني ممكن أنت لما تفتح الموسوعة
تشوف انا حاطط شخصيه، هاي الشخصيه كاتب عنها 6 اسطر 8 اسطر، لكن ما في شيء وطني واضح، مش مذكور شيء وطني صريح جدا. فهذا الشخص بتكون معلوماته موجوده عندنا، لكن اتفقنا معه يعني الله يطول عمره، بعد الوفاه تضاف الى الموسوعه. اوكي عندنا ارشيف موجود، في هذا الارشيف ما يقرب من 163 صفحه، ال 163 صفحه غير موجوده في الموسوعه، هي على جنب ضمن اتفاقيات معينه مع الاشخاص اصحابها انها تنشر في مواعيد محدده. الأمور أمنية يعني خلينا نحكي. نعم صحيح، هذا كان من بين الصعوبات. الصعوبه الثانيه اللي كانت اللي هي دقه المعلومه، لما انا اجي اطلب من شخص يكتب لي عن والده مثلا، فهو لا شعوريا كان يكتب بطريقة فيها عاطفية وفيها مبالغات عالية. هاي المبالغات مش انه لا 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 سمح الله مثلا بيبحث عن الكذب، لا لا، لكن خلص انت لما شخص بعز عليك بتحاول تبرز اجمل ما فيه باعلى ما فيه. فكانت مهمة صعبة علينا عملية الفلترة في هذا المجال. كمان من بين الصعوبات كان في امتناع عن التفاعل معنا من ناس كثير، لانها بتحكي لك يعني هذا عمل ضخم، مستحيل يكون يعني قائمين في ناس ماشيين مع مكتبة بغداد، يعني لابد وراهم حكومة، وراهم جهات معينة. فكنا مرات نحتاج إلى التدخل معهم على 4 مراحل 3 مراحل، نقعد معهم مرات، نقعد معهم يوم كامل ما ناخذ إشي، بس يتعرفوا علينا ونرجع لهم بعد أسبوع. فهاي كمان أخذت كثير وقت، أثرت كثير، خاصة في ظل الإغلاقات كمان عشان كورونا أثرت علينا كثير كمان. هاي كانت من بين التحديات. من بين التحديات كمان كان التضارب في المعلومات. يعني مثلا عندنا هاي إشكالية ونبهنا إلها كمان في المقدمة، إنه أنا بالنسبة إلي سين من الناس في الوقت الحالي عليه علامات استفهام بسبب مثلا قضايا معينة تخالف الأخلاق الوطنية، لكن هذا الإنسان عمره 67 سنة، قضى منهم 40 سنة في العمل الوطني، لكن خلاص يعني الله خلق الإنسان ضعيفا ويتغير. هل أضع هذا الإنسان بناء على 40 سنة ولا أحكم عليه بناء على 27 سنة؟ طبعا الأخلاق العلمية بتقول أنت موسوعتك عن الفاعلين، فمن كان فاعلا يوضع ولو كنت ضده. نعم. فكمان راح تواجه تحديات ما بعد النشر، راح يتم أكيد التعليق على عدد من الشخصيات، في ناس بتقول لك ان هذا ما كانش لازم تحطه، لكن احنا واثقين من حزم المعايير العلميه اللي حطيناها، حطينا 7 8 معايير حازمه جدا جدا. من الصعوبات اللي كانت عندنا انه اضطرينا نحذف كثير شخصيات، لكن عارفين انه راح نتعرض لبعض النقد او الهجوم من الناس اللي حواليهم، لكن احنا حذفناهم قبل ارسال الموسوعه الى عمان بيوم واحد فقط، اخذنا فيهم قرار بعد سنة كاملة من البحث والتفكير. كان في بعض الصعوبات اللي بتتعلق، خلينا نحكي بالتنقل، بموضوع المواصلات، بتوفير أحياناً التمويل، لكن اشتغلنا على التمويل الذاتي، اشتغلنا أحياناً على استعمال بعض الطرق البدائية من أجل توفير التكاليف، ومع هيك يعني ما كانت يعني التكلفة بالنسبة لنا للوضع الاقتصادي ما كانت تكلفة قليلة. من بين الصعوبات كمان تعرضنا وتعرضت الموسوعة للهجوم من شخصيات فاعلة وطنيا مسيحية كذلك، حتى قبل لأنهم النشر. لم يفضلوا أن يجمعوا مع أسماء أخرى أو أسماء أخرى مغمورة في داخل هذه الموسوعة. يعني كان أيضا هناك نوع من المقاومة لأن ينجح مثل هذا المشروع، ربما لأنها سلطت الضوء على عدد كبير من الشخصيات، مما يعني أن عدد كبير من الشخصيات الساطعة لن تبقى وحدها في سماء العمل. نعم. نعم. طب أنا بدي أسألك سؤال عن موضوع التنقل، أنت حكيته بسرعة، التنقل مثلا من الضفة إلى 48، هل كان في هناك سهولة أم كان عندكم متطوعين في الداخل؟ كان في عندنا متطوعين في الداخل، حتى كان عندنا متطوعين موجودين في دول برا، يعني كان عندنا متطوعين في إيطاليا، في تشيلي، في كولومبيا، في بريطانيا، كان في معنا صحفي بول بيرنارد من راديو الحياة كمان تعاون معنا، كان في معنا تعاون من بعض الصحفيين في التلفزيونات كمان تعاونوا معنا في الداخل، كان في، لكن أحيانا ما قدروا يتحركوا براحتهم بسبب حساسية الموضوع،
او بسبب حساسيه كلمه العمل الوطني، مع انه احنا طبعا عرفنا العمل الوطني في الموسوعه مش شرط عمل سياسي. انت ممكن تبني جامعه فهذا عمل وطني، انت ممكن تصرف على الاسر المحتاجه مده 10 و20 سنه فهذا ايضا عمل وطني. صحيح. اضطرينا احيانا للدخول زي ما بيحكوها بالعامي تهريب الى الداخل المحتل من اجل الحصول على بعض المعلومات، لكن في النهايه يعني ذللت هذه العقبات، ذللت. لا يعني والمعاناة يومية، يعني أنتم بتشوفوها يوميا في حالة، يعني صحيح تعودتوا على المعاناة هاي. يعني حتى أنت ما ذكرتها، يعني أنا شعرت أنها مررت عليها مرور الكرام، لأنه إحنا يمكن ما بنفهمها، بس أنتم صح عايشينها يوميا وبتشوفوها يوميا. الحاجز صار إشي طبيعي، المعبر صار إشي طبيعي، يعني الله يعينكم. صحيح يعني انا لما كنت انزل على رام الله عشان معلومه من شخصيه اقعد عنده ربع ساعه، لكن الطريق رايح جاي ساعتين ونص، فتعويض، لانه برضه اذا بدي انزل مشوار ثاني برضه على رام الله بدي هدول الساعتين ونص نفسهم. وبس فهذا هيك بس عشان المشاهد يعرف قديش البعد بين رام الله وبيت لحم، 20 على كيلو. عداد السياره، على عداد السياره فقط من 43 ل 45 كيلو شارع من بيت لحم لرام الله، لكن بتاخذ احيانا ساعه، ساعه ونص، ساعتين الا حسب التسهيل، حسب الحواجز والمشاكل. الله يعينكم، الله يعينكم. طيب بدنا نرجع شوي على موضوع التمويل. التمويل يعني في مشاريع زي هيك مهم جدا، يعني انت بدك طباعة، بدك تجميع، بدك جلسات، زي ما بتحكي انت بنزين رايح جاي، زيارات. التمويل كيف كان وليش ما صار في دعم من مؤسسات كبيرة؟ هل هو شوف خوف؟ هل هو تردد؟ هل هم مش عارفين مين انتو؟ هلا بالنسبة لأنهم عارفين مين احنا، لا هم كانوا عارفين كويس، خاصة انه احنا يعني معظمنا شغالين في المجال الأكاديمي، شغالين في مجالات المؤسسات، ومش أول عمل تأليفي إلنا، يعني بعض له أبحاث ودراسات وكتب منشورة من 5 و6 و7 سنوات إلى اليوم. لكن المشكلة الأساسية كانت أنه معظم الوقت التمويل مشروط، والتمويل المشروط يفسد العلم، هذه قاعدتي الشخصية، يخنقه. يخنقه ثم يفسده. لهذا إحنا تواصلنا مع بعض الناس، في عنا صفحة على الفيسبوك اسمها المسيحيون الفلسطينيون، عليها كذا ألف شخص وبيتابعونا، بيتابعوا أخبار الموسوعة، وفي تفاعل جميل من الناس جدا، وتواصلوا معنا ناس من خلال هاي الصفحة كمان. لكن لما كان يجي عليك يحكي لك انا بدي اتكفل بالطباعه، فكان يطلب منك انه يعطيك اسم 5 اشخاص 7 اشخاص تحطهم جوا الموسوعه. طب انا كيف بدي احط؟ انا عندي معايير علميه مش مستعد اتنازل عنها. عرفت كيف؟ فهذا اللي خلانا نرفض الدعم. لكن عودنا فكرنا وقلنا كيف احنا بده يكون الشغل؟ احنا الافضل نجهز الموسوعه ونقدمها وبكل شفافيه، نقدم تكاليفها وجهزنا لها تقرير مالي، وكان منشور قبل فتره على صفحه المسيحيين الفلسطينيون بالشيكل الاسرائيلي، كلفت بدون النشر وبدون الاطلاق 174,715 شيكل، يعني ما يقارب 52 ل 55 الف دولار. هاي التكلفه بدون الاطلاق وبدون الطباعه، الطباعه طبعا بتكلف تقريبا 10,000 دولار، والاطلاق تقريبا ممكن يكون 2000 دولار 3000 دولار. يعني فبعد بتوصل 70 75. 175 ألف شيكل، لكن أنا حكيتها بالضبط عشان أفرجي مستوى الدقة عندنا في الاحتساب يعني ومستوى الشفافية، وراح يتم عرض هذا التقرير المالي بالكامل على مختلف وسائل الإعلام وكمان في داخل حفل الإطلاق. بعد ما أنجزناها مثلا انتبهت إلها اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس اللي هي برئاسة الدكتور رمزي خوري، تواصلوا معنا، كل الشكر والاحترام لهم عن طريق السفيرة أميرة حنانية، وحكوا لنا احنا مستعدين ندفع عنكم طباعه الموسوعه وحفل الاطلاق. كنا لهم شكرا لكم، كل الاحترام. حلو. طبعا شو خلانا احنا نمشي يعني بنوع من الراحه معهم، الجماعه لم يطلبوا اي شرط، لم يشترطوا اي شيء، حتى قالوا لنا بالحرف الواحد اذا بدكم مش تحكوا انه احنا ساهمنا في الطباعه والنشر تحكوش. بس احنا قلنا لهم لا، احنا بنمشي حسب الاصول، لانه الاصول تقول انه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يا عيني يا عيني.
إذا ما زلتوا أنتم إن شاء الله يعني في مجال أنكم تستلموا تبرعات أو دعم لهذه الموسوعة، لأنه أصلاً في طبعات ثانية وثالثة إن شاء الله راح تكون لتعديل ما ورد في الطبعة الأولى، وهذا شيء طبيعي في أي كتاب. صحيح طبعا، احنا قبل الشهر الماضي بس صار 3 حالات وفاة لشخصيات مذكورة أساميها في الموسوعة، فعلى طول فتحنا وغيرنا المعلومات. عندنا كمان مثلا الدكتورة نادي حبش اللي فازت برئاسة نقابة المهندسين في فلسطين مذكورة في الموسوعة، بعد ما فازت فتحنا على صفحتها في الموسوعة وعلى طول عدلنا إنها فازت بهذا المنصب مثلا. يعني عشان تكونوا up to date. بالضبط، واحنا عشان نواكب هذا الشيء شكلنا شيء اسمه اللجنه الدائمه للموسوعه. هاي اللجنه عباره عن 15 شخص، اكاديميين، دكاتره، متطوعين، باحثين، شغلهم يضلوا كل يوم يعدلوا في ملف الموسوعه لحد مده من 5 الى 10 سنوات عشان يتم اصدارها كمان مره. طيب خلينا نحكي شوية عن الحفل، بعدين نيجي نحكي عن مستقبل هذه الموسوعة. الحفل اللي بدكم تقيموه إن شاء الله بعد صدور الطبعة الأولى، أين سيتم وكيف سيتم وشو الترتيبات له؟ الحفل راح يكون ان شاء الله في قصر المؤتمرات. بالنسبه للموعد في لسه عندنا بحث في الموضوع، اما راح يكون اخر 10 او اول اسبوع من شهر 11، يعني راح يكون 4 نوفمبر، 5 نوفمبر، بالكثير 6 نوفمبر. بدنا نحاول انه يكون ايام خميس او جمعه او سبت اللي هي عند نهايه الاسبوع. بمعنى راح يكون حفل اطلاق طبعا تحت رعايه اللجنه الرئاسيه، راح يكون في شخصيات اعتباريه، شخصيات دينيه، شخصيات مجتمعية ومؤسساتية، وراح يكون مفتوح لكل إنسان حي مذكور في الموسوعة أو أهله يجوا يحضروا حفل الإطلاق. كمان راح نحط نسخ الموسوعة برا، وراح يتم بيع الموسوعة في حفل الإطلاق وما بعد حفل الإطلاق، وراح يكون بيعها بتكلفة الموسوعة نفسها، يعني مش راح يكون فيها مش ربح نهائيا، بل التكلفة على عدد النسخ راح تكون تقريبا سعر النسخة بالدولار تقريبا 30 دولار، راح تكون تقريبا طبعا احنا بنحكي على موسوعة هارد كفر، نوع ورق خاص لميع. تكلفة النسخة الواحدة بدون النقل تقريبا يعني تكلفة المادة لحالها تقريبا بتوصل ل 10 دولار او 12 دولار، ف 18 دولار الثانيين بدهم يروحوا لل 174,000، فمش راح يغطوا منهم 30 40,000، لكن احنا معنيين انها توصل لبيوت، توصل للناس، لانه الهدف المالي. يعني انا حتى كمان تحدثت مع الباحثين، الباحثين اخذوا مني اجور اللي انا كنت متفق معهم عليها، لكن مش كلها، اخذوا مني 30% 35%، وقالوا لي ادفع براحتك، احنا ما بهمنا، بهمنا انه العمل ينجح، وانا بحترمهم جدا على هذا التعامل معي. فعشان هيك احنا مش مهتمين جدا في الجانب المالي بقدر ما مهتمين انه كمان سعرها يناسب الانسان الفلسطيني الفقير يقدر يحصل عليها. يعني حلو انه انت يكون عندك في البيت كتاب بيحكي عن والدك او بيحكي عنك او بيحكي عن، يعني حتى في ناس ابنهم عايش وابنهم في الموسوعه، فانت شوف مثلا فخر الاب لما يشوف ابنه اسمه يخلد في كتاب مدى الحياه مثلا. صحيح. يعني هو الهدف منها نرجع نحكي مش مادي نهائيا، والهدف 100% تسجيل وتدوين التاريخ والتراث الفلسطيني الشفوي ليصبح هناك موسوعة يعود إليها في المستقبل أي باحث أو أي شخص يريد استقصاء هذه المعلومة. شيء جميل جدا جدا، ولكن كما فهمنا أنه سيكون هناك نسخة ثانية ونسخة ثالثة إن شاء الله. أنا اللي فهمته منه كل 5 سنوات، كل 10 سنوات، كيف شو المشروع المستقبلي إلها؟ المشروع المستقبلي إلها إنه راح نشكل مركز للدراسات الأرشيفية. هذا المركز راح يكون شغله دائما ينتج أعمال ودراسات مش بس الموسوعة، لكن ولا عمل راح يتم إنتاجه ثم يهمل. العمل الذي يهمل يموت، لازم يظل دائما في تطوير على هاي الأعمال. طبعا ليش إحنا حكينا 5 أو 10 سنوات؟ احنا قلنا 5 أو 10 سنوات على حسب حجم المعلومات اللي راح نجمعها في ال5 سنوات هذول. هل تستاهل يعني تغيير يس ولا لا؟ اطلع على المسيحي الفاعل، او بدي اجي اطلع على عمل اخر يتعلق مثلا برجال الدين المسلمين والمسيحيين، وهذا كمان عمل مطروح على الطاوله للبحث في الصيف القادم.
انا عندي انسان عمره 35 سنه او 37 سنه، هذا الشخص بعد 10 سنوات قد ينجز الكثير ويستحق ان يكون في موسوعه، وقد لا يعرف عنه احد. اذا الموسوعه سوف تواكب هذا الشخص وتلحق به وتاخذ المعلومات وتضع اسمه زياده على هذه الموسوعه، وبالتالي آلية العمل مواكبة الجهود المستمرة، لأننا في الفترة الحالية لا يوجد عندنا أي عملية تدوين لأي حاضر، نحن لا ندون الحاضر إلا في الأخبار، هذه مشكلة. طيب، سؤالي الأخير وهو مهم جدا. موسوعة مسيحية شيء جميل، ونحن يعني نشكركم ونتمنى من جميع الجهات الداعمة إنها تحاول تدعم قدر المستطاع، خاصة الجهات الرسمية، لأنه هذا عمل وطني وليس عمل شخصي. يعني العمل هو عمل يثبت للعالم وللتاريخ ولأبنائنا وأحفادنا ما عمله إخواتنا المسيحيين في الدفاع عن هذه الأرض المقدسة التي هي أرض الجميع. هل هناك أي مشاريع مستقبلية لموسوعات أخرى فلسطينية ممكن تتكلموا عن أشياء أخرى؟ نعم، يوجد عندنا مجموعة من الأفكار. أول مجموعة اللي هي موسوعة الحياة الاجتماعية الفلسطينية، يعني كيف كان قبل 100 سنة في الزراعة، كيف كانوا في الحياة التعليمية، وهي إحنا أخذنا فكرتها من أحد المسنين، كان يحكي لنا عن حاله وهو صغير. حكى لنا أنا لما خلصت دراسة في صف ثالث حطوني على حمار ولفوا فيا في القرية وصاروا يغنوا. فهاي المعلومات كم واحد بيعرفها؟ إنه صحيح. كان إذا خلص 3 سنين مدرسة وصار يقرأ ويكتب يحطوه على حمار يلفوا فيه والقرية كلها تغني له. هاي العادات بدنا نرجع لها ونأخذها. هذا مشروع أول. المشروع الثاني، حصلنا على مجموعة من المخطوطات المكتوبة بخط اليد على شكل مذكرات، خصوصا في بيت لحم، لأهل المدينة سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وعلاقتهم بالحاكم، علاقتهم بالعثمانيين، علاقتهم بالإنجليز، علاقتهم بالاحتلال. ومن نحاول انه نحول هاي المذكرات الى كتب محققه ومدروسه كذلك. ايضا هناك عمل على موسوعه للجانب الديني الفاعل في المجتمع، بمعنى ان رجل الدين الفلسطيني يملك خصوصيه مختلفه عن اي رجل دين في اي دوله في العالم. طيب. هو مرشد وطني ومرشد سياسي وليس مجرد مرشد روحاني. وعندنا اسماء رجال دين مثل عكرمة صبري ومثل عطالله حنا مثل الدكتور بلال زرينا، هؤلاء يدخلون في معارك مستمرة إن كان مع على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي أو مع المحتل. فلابد أيضا من وضع عمل خاص فيهم، لأننا إذا بحثنا في الإنترنت سوف نلقى مجموعة من هؤلاء الرجال يحملون الحجر ضد الاحتلال. طيب، رجل الدين الفلسطيني له خصوصية، لابد من توعية الجيل الحالي بها، لأن الجيل الحالي يعيش في فجوة كبيرة بين الواقع وبين ما يتخيل، ولابد أن نظهر له هذه المواد. إذا في جعبة دكتور جورج الكثير، في جعبة مكتبة بغداد الكثير، في جعبة هؤلاء الشباب الباحثون المتطوعون الكثير، كل ما يحتاجونه هو الوقت والدعم، سواء المادي أو المعنوي أو حتى الدعاء لهم، لأنه هذا شيء مهم جدا. طبعا ما تقومون به بعمل أول موسوعة مسيحية للأعلام الوطنية الفلسطينية شيء ترفع له القبعات. دكتور جورج، أنا في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكرك وشكر كل من دعمك وكان معك، سواء متطوع أو باحث. ترفع مرة ثانية لكم القبعات. أنا أتمنى لقاءكم ولقاء هذا الفريق الكامل إن شاء الله في زيارتي لبيت لحم. معك آخر دقيقة إذا بتحب تحكي أي شيء، تفضل. بس بحب أحكي إنه يعني من الضروري الالتفات إلى كل مفاصل الوضع الفلسطيني، ومن الضروري الربط بين الهوية والثقافة والتاريخ الفلسطيني والحاضر الفلسطيني، لأن أمة بلا تاريخ وبلا ماضي وبلا مراجع أو مصادر لإنجازاتها ستفقد الهوية وتفقد الثقافة وتفقد الأرض. لا، فلابد أنا أن بذكر الجميع أنه من يكتب التاريخ هو صاحب التاريخ، يعني هذا شيء مهم جدا.
لما احنا بنكتب التاريخ احنا بنصير اصحاب هذا التاريخ. وكما قلت عجبني كثيرا ان الفلسطيني ليس من يحمل الجنسيه بل من يحمل فلسطين في قلبه. انتم رفعتم علم فلسطين، رفعتم هذه القضيه الى اعلى مستوى فكري وثقافي. نشكركم على ما تقوموا به. كان معنا من بيت لحم مباشر الدكتور جورج أبو دينينا، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق وتقدروا تروحوا وتكونوا موجودين في حفل الإطلاق. بدعوكم للصفحة، لو تذكرنا اسمها اللي بتكون تحطوا عليها. اسم الصفحة المسيحيون الفلسطينيون بالعربي، ومكتوب بجانبها بالإنجليزي للي بده يدور، كمان مكتوب فلسطينيان كريستيان. أوكي. نراكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم. شكرا.